creo que hicimos un buen primer tiempo. احنا لعبنا الشوط الاول كويس جدا. Y luego el partido nos permitió regular. بعد كده الماتش سمح لنا ان احنا regular los esfuerzos. نحجم مجهوداتنا في الشوط الثاني. Quitar algunos jugadores que tenían tarjeta amarilla. غيرنا بعض اللاعبين اللي كان عندهم كارت اصفر. Y hacer volver a jugar a algún jugador como el caso de Rami que hacía mucho tiempo no jugaba. واتاحنا الفرصة لبعض اللاعبين اللي راجعين من الإصابة إن هم يشاركوا في الماتش. وما عنديش أكتر من كده إن أنا أقوله. Bueno, el otro resultado nos favoreció. النتيجة طبعا اللي فاتت ساعدتنا. Habiendo ganado hoy, ¿no? وإن إحنا كسبنا النهاردة طبعا. Pero no está resuelto nada, todavía quedan muchos partidos. لكن في ماتشات كتيرة متبقية. Así que bueno, todavía esto no ha terminado. لم ينتهي البطولة لسه ما انتهتش. Y respecto al rival, وبالنسبة للمنافس creo haber entendido al colega, al entrenador. هو فهم من الزميل. Hicimos un gol muy rápido. إن احنا دخلنا جون هدف مبكر. Y esas cosas ayudan mucho, ¿no? وده ساعدنا كتير طبعا. Partido iba 5-0 en el primer tiempo. في الماتش بتاعنا كان النهارده بفوز 5-0 في الشوط الأولاني. Cuidar el físico. اللي حاولنا نعمله إن احنا اللياقة البدنية حاولنا نقلل مجهوداتنا في الماتش. Y cuidar las tarjetas amarillas de. ونوفر الكروت الصفراء بالنسبة لل هاني أيمن والأيمن ايديالي وعادي فالتو سولايا pero bueno والسولايا طبعا بس لكن نقدر نغير ثلاثة عشان خاطر نحافظ على اللعيبة بتاعتنا من انذارات جديدة.